واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله وبعد يه كسدستو تكتاتي وقتاي مكروتش أردت أن يانو رؤسوم أكمننا هلا في النتن ما كنا زبي ميلي هنال قيل لعبد الله بن المبارك أوصني قال اعرف قدرك. عبد الله بن المبارك مكرا يسبالو لكهن ويم درجهن ويكالو بزوج شاكن اندينة قال بأسات أقبا مهال ويم يسووشن قسم بميسابر قانا نتاك من باتي هونال نقر قن ملكتون كاستوالن بتام تلك مكرنا عند سو بيتن يوم قد دايلاي تسادفو مدرقن كفلقة أسقدمو بزيا قد دايلاي سلال لو أوكاتنا بكات لياسبي قبال የሚያደር ጎተ ሳትፎ ወይም የሚሰጣው አስተያየት በቦታው እንዲሆን ርዕሱንም የሚመጥን እንዲሆን ይሄንን ሊያስብ ይገባል። ዛሬ ብዙዎችን ከተጠናወቱት ጠንቆች መካከል አንዱ ያለ አቅም በተላልቅ ጉዳዮች ላይ ቀደም ቀደም ማለት ነው ምናልባት የዲን ርዕሶች ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ከዚህ ወጭ ያሉ የተለያዩ የህይወት መስኮች ሊሆን ይችላል። የመስኮ አዋቂዎች ከመናገራቸው በፊት ብዙ አላዋቂዎች ራሳቸውን ያስቀድማሉ እንዲሁ በድፍረት የመሪነቱን መዘውር ለመጨበጥ ይሞክራሉ። ነገር ግን በየትኛውም ርዕስ ላይ ዕውቀትና ክህሎት እንዲሁ በድፍረት የሚገኝ አይደለም። ድፍረት ምናልባት ቋንቋን ለመልመድ ያግዝ ይሆናል ግን በድፍረት አዋቂ ወይም ዓሊም መሆን አይቻልም። ፖለቲከኛም ወይም ሐኪምም ወይም በሌሎችም ዘርፎች ላይ የዘርፉ አዋቂ መሆን አይቻልም። كملكتنياچن عليه الصلاه والسلام بمعاويه بكل بتورز جبالي يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه يميل الناغنيالن ان انت سوت شوي اوقات بممار نو مالت يميقسمو بممار نو يدين جنزابيم يميدبرو ان يميغنيو لمجنزب بمطاطر نو يلالو حديثو يتزغببت سند تنكر با يهونم كعبد الله بن مسعود انا كابو الدرداء ይህንን የሚያጠናክሩ ዘገባዎች በመኖራቸው ለመረጃነት ብቁ እንደሚሆን የጠቀሱ ዓሊሞች አሉ። ስለዚህ ወቀት አዋቂዎች ጋር ሄዶ በመማርና በዚህም ረገድ ረጅም ጊዜን በማሳለፍ የሚገኝ ክህሎት እንጂ እንዲሁ አንድ ወይ ሁለት መጽሐፍን በማንበብ የሚሳካ አይሆንም ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ በጉዳዩ ላይ ወይም በዘርፉ ላይ ጥቅል የሆነ ግንዛቤን መያዝ በቂ አይደለም። እንበልና አንድ ግለሰብ ስለ አንዳንድ የህክምና ዘርፎች ጥቅል የሆነ ግንዛቤ ቢኖረው ወይም ደግሞ በዚያ ዘርፍ ላይ የተጻፈ ምናልባት አንድ መጽሐፍን አንብቦ ቢሆን አብዛኛውን የህይወት ክፍላቸውን በዚህ ዘርፍ በመማርና በማስተማር እንዲሁም ሙያውን በመተግበር ካሳለፉ አዋቂዎች ጋር ሊስተካከል አይችልም። እሱ ጉዳዩ ሙሉ ለሙሉ እንዳጠና እና በተገቢ መልኩ እንደተገነዘበ ሊያስብ ይችል ይሆናል። ግን መመዘኛው የዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ነው ያለው። ስለሆነም እርሱ በአንዳንድ ዝርዝር ርዕሶች ላይ የሚሰጣቸው አስተያየቶች ባለሙያዎቹን ምናልባት ሊያስገርሙ ይችል ይሆናል። እንኳን እነዚህን ባለሙያዎች በማጣጣልና በማናናቅ ሊናገር ይቅርና ጭራሽ እነሱ ባሉበት አስተያየት ለመስጠት ማሰቦ ራሱ ተገቢ ያልሆነ ድፍረት ይሆናል። ከዚህ በለጠ የሚያስደንቀውና የሚያስከፋው ግን ሰዎች በዲን መስክ ላይ በሌሎች መስኮች ላይ የሚያደርጓቸውን ጥንቃቄዎች አለማድረጋቸው ነው። ኤዲን ጉዳይ ሲሆን ሁሉም ወይም አብዛኛው እንደፈለገ አስተያየት የሚሰጥባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። በጣም በሚያሳዝን መልኩ አንዳንዶች በዚህ ላይ ብቻ ሳይገደቡ ዕለማዎችን እንደዚሁ በጥቅሉ ዕለማዎች ይያሉ ሲያጣጥሉ ወይም የዛሬ ዘመን ዕለማዎች እንዲህ ናቸው ብሎ ሲኮንኑ ወይም ያንድ ሀገር ዕለማዎችን በአድርባይነት ሲፈርጁ ታያቸዋለህ። በትላልቅ ጉዳዮች ላይ በጣም የሚደፍሩ የመሰላቸውን አስተያየት ለመስጠት ወደ ኋላ የማይሉ ሆነው በትናንሽ ጉዳዮች ላይ ደግሞ እነዚህ የሚያጣጥሏቸውን ዕለማዎች ለመጠየቅ ደጅ የሚጠኑ ይኖራሉ። ለዚህም ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አንድ የኢራቅ ሰው በሆነ አጋጣሚ ሙህሪም የሆነ በሐጅ ስርዓት ውስጥ የገባ ሰው ዝምብን መግደል ይችላል ወይስ አይችልም የሚል ጥያቄ ሲያቀርብለት ነገሩ አስደንቆት أهل العراق يسألون عن قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو تناقرة يعراق سووتش رسول صلى الله عليه وسلم
يلجلج حسين كجدلو بهالا سلا زنب مقدل يطيق ونيال لالا ليلام زقبالا يتنين دم اسم الكتو طياك يسي قرب الله تشو طياك يعراق سو مهونون سيوكو تمسا سينك قرتنا قروال يسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم يلجلج قد لو سال سلا تنين دم يطيق ونيال لالا ملكتنياتشن عليه الصلاة والسلام ودفت اندينة ميزان مزابات لم يكسات اسقدمو تنبيو نبرا كأبو هريرة كليل الصحابة بتورى عند حديث لي عندما يكتلوا مالتاتشو تزقبوال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة سواتشي ميتا للباتشو أمتات يمت ألوالو عندما نعلموش بأن زي أمتات زناب ببزات كما زناب وقارا قن مرتي ماينور سلهون بزيه سيامي تسيموتي لالو يا مونايه اندزي سوتشني مشان اقلو جزيات ويم امتات يمت قالو كالو وهلا بانزي امتات يمينورون مزابات سي قلصو منالو يصدق فيها الكاذب وشتامو اونتانيا تدرقو يمت تسببت ويكذب فيها الصادق اونتانيا ودقمو بتقارانيو وشتام تدرقو يمت تسببت ويؤتمن فيها الخائن كداتانيو تامين تدرقو يمت تسببت ويخون فيها الامين تامين يدقمو اند كداتانيا يمكو تربت جزي ما تقللنا قتلو وينطق فيها الروي بظهله روي بظه من نقربت جزي ما تقللو روي بظه يعني بعربية تصغيرنا عندنا تيقالاتها وكاكروتش او يميسا يتراسون ان شاء الله ملك تالي لما نيوم قيل ومن روي بظه روي بظه من دنو تبلو ملك تنيو عليه الصلاة والسلام ستأيكو الرجل التافه في أمر العام ازي قبائي ما يبال ترى ويمودك يسو من لون سوى من ملكة كداي لي منور نوالو بل لام زقبالي السفيه يتكلم في أمر العام مهلو يالبس سلامون يسو بملو هبرة سب كداي لي تنستو من ناقر نوالو سلزيه نعم بزيه بتوقز مقالج أوست عندان نكاتت نكاكي مادرك اللبن هولو نم ويم أبزان يوم بمين ملكة كدايوش لي كدم كدم كمالت بفيت أواكي وچننا يسكنو يبسلو سووچن مام ماكر ويم كدايون لنسو ماكرب تككلني أرم الجاي هنا مالتنا اللهم سبحانه وتعالى بقرآنه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلى نال سلام ويم فرهة يازل زينة ويم قد داي بمت الله تشوكزي قد تيسر جتال كالبوها ليه تككلن دال هنا سيقلس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ملل وده ملك تنياونا يا سلطان ويم يأوكات بالبيت وده هونو تسمينتو دالاتشو يبسلو سووش بملسو تنورو النزيانة قرون أستولو أو نتون يميوت أطوت سووش بدرسو بتنبر هين بتملك كتب اللفو تمرت لي يصلفنا مبراري على عندما يتوقع كل شيء بتلاقي الإسلام إن على مسلموج بلباتن تكلني هنا مقرقر لا أدري قبل بمسلموج لا يميعرف من يوم أين تجكونا ويمدكمو كذي هي باسة تجر الناس كوكهولو لا أساس بل لا تجنكني قبل عندهم مسلموج مسلم سلهونو بتشا لهولم يمقرقر سميت ليورني قبل من التنيا عليه الصلاة والسلام بمتوقع يا تميم الداري حديث لي دين مالت نصيحة ويمقرقرناو سيلو لله ولكتابه ولرسوله بلو ما جرش عليه تكسوت ولعامتهم لمن لو سفي مسلم هبرة سب مالتنا نقر قن بزيه لاي هلا تلم الناس توسوي من قباكم نقر ما نيني عمسو يقد بهلوم قد لي تسعتا في مهانا يتبك باتم تاريا قن يهن اسم الكتوب بزوج زندي اللون اندم تحسن الملكات ابزانيو تاتشن من البات بهولت تقوش لاي تسباس بني اللني مسلال عندان دوتش من المعينات أون تاوي تساتفو ما درقين ما يفلقو بلوم بملاو مسلم برتسب لي عند شقر بيقارد مفتيهو بتقست بيتشا يميال فندو هنا يميسبو ينورالو بتقاراني ودقمو بتكستو كستوش لي هلو تساتفو عندي نوراتشو أبوارا بتنسابت بوتا لي هلو وجاتشون ماسكبات يميشي نورالو ايونا تاوغن مكاكل لي اللنو تساتفواتشن أون تاوي ودقتي ميامت أكهونا نساتفالن قال هنا لكمو
ብቃት ያላቸው ሰዎች የሚሳተፉበትን ሁኔታ እናመቻቻለን ወይም ደግሞ ለእነሱ አጋር እንሆናለን ማለት ነው። ይህ ማለት የግለሰቦችን ተሳትፎ የሚያጣጥል ወይም ምንም ውጤት የሌለው እርባና ቢስ እንደሆነ መቁጠር ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ በጣም ትናንሽ ተሳትፎዎች ትልቅ ለውጦችን ያመጣሉ። በተቃራኒው ደግሞ መልካም አስተዋጽኦ በመሆን ፋንታ የመልካም እድልን በር የሚዘጉ ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ ተገቢ ካለመሆኑ ባሻገር ለራሳችንም ጉዳት ሊሆን ይችላል። በእውቀትም ዘርፍ ይሁን በተለያዩ ዘርፎች ላይ በምናደርገው ተሳትፎ ላይ መሸከም የማንችለውን ችግር የሚያመጣ እርምጃ ተራምደን ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለሌሎች አደጋ እንሆናለን። በአንድ ዘገባ ላይ ከሑዘይፋ እንደተወራው መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም لا ينبغي لمسلم ان يذل نفسه قالوا مسلم راسه لا يوارد يكبام قالوا انم قيل وكيف يذل نفسه انديت ادرغون راسه لم يوارده مالت راس ما وارد من مالتنا تبلو سيتيقوا منالو يتعرض من البلاء لما لا يطيق مشكم يما يشلون فتنا يغفط قالوا سلازي انقسقاسيو اقمن يغنا زبا ايدلم مالتنا حديثو بسندو بكل يتسنزرو بتجيزوتش قالوا نغرغن عندنا علماءات بتلايو منغلوتش مزغبون በማስተዋል ቢያንስ ሐሰን ወይም ደህና ሊባል የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዳለ ተናግረዋል። على كل حال መልእክቱ ትክክል እንደሆነ የሚመስክሩ ሌሎች ጥቅል የሆኑ ሸሪዓዊ መመሪያዎች አሉ። ስለዚህ በጥቅሉ መወጣት የማንችለውን ኃላፊነት መሸከም የለብንም። ይህም ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለዲን ያላቸው ምልከታም እንዲበላሽ ሳናውቀው በተዘዋዋሪ ምክንያት ልንሆን እንችላለን። እዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في سورة يونس موسى عليه السلام እና ተከታዮቻቸው ያደረጉትን አንድ ዱዓ አውስቶልናል። ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ጌታችን ሆይ ለነዚያ ለበዳይ ህዝቦች ፈተና አታድርገን ይላሉ። እና የዚህን ማብራሪያ አስመልክቶ የተለያዩ የተፍሲር ሊቃውንት ካሰፈሩት መካከል አንዱ እነዚህን ጠላቶቻችንን ማለትም ፍርዖንንና ሰራዊቱን ጊዜያዊ ቢሆን የበላይነትን አቀዳጅታቸው እኛ እንድንጠፋ አታድርገን ምክንያቱም እኛ እውነት ላይ እንዳልነበረን በማሰብ ይበልጥ ሊጠሙ ይችላሉና ወይም ደግሞ ሌሎችን ከእምነት ለማገድ የሚጠቀሙበት ምክንያትን አትስጣቸው እነሱ ሐቅ ላይ ቢሆኑ ኖሮ አላህ ድልን ይሰጣቸው ነበር ብለው ሌሎችን እንዲያግዱ ምክንያት አትስጣቸው እንደማለት ነው። ያው እንደሚታወቀው ሙስሊሞች በዱንያ ላይ ሁሉ ጊዜ የበላይነትን ይቀዳጃሉ ወይም ድልን ያገኛሉ ማለት አይደለም። ይህ የፈተና ሀገር በመሆኑ አንዳንዴ የበላይነቱን ለሙስሊሞች ሌላ ጊዜ ደግሞ ለሌሎች አላህ ሊያድል ይችላል። وتلك الايام نداولها بين الناس نغرغن يهنن ما يغنزبو سوج كمنروچو انصار بمقرقراچو يدرغو الدعاءن يا موناي يزي كله مسارات نغروچن ببقات مردات نو يي دغمو بهولت مسكوش لاي تغبارا ليهون يگبال اندنيا يالون تچباچ راسو مولا مولو مردات ياسفلغال بزوج يالون تچباچ انديو بغردفو كلاي بتا نو ميگنزاوت ሚስጥሩን ከስር መሰረቱ እንደሚረዱ ሆነው ተሳትፎ ሲያደርጉ ወይም ቀደም ሲሉ ይታያል። ይሄ አንድ ራስ ነው ይቻለ ስህተት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ተጨባጭ ሙሉ ለሙሉ ከተረዳን በኋላ በሸሪዓችን ለዚህ አይነት ጉዳይ የሚሰጠው ፍርድ ምን ይመስላል? ምክንያቱም በዲናችን ቢሐምድላህ አዘወጀል ማንኛውም አይነት ክስተት ትልቅ የሚሆን ትንሽ ቢከሰት እስላማዊ ፍርድ ይኖረዋል። መፈቀዱ ወይም መከልከሉ ወይም ደግሞ ተገቢ መሆኑ ወይም አለመሆኑ በእስላም ራሱን የቻለ አምላካዊ ብይን አለው። ነገር ግን ብዙዎቻችን በየትኛውም ጉዳይ ላይ በማያወላዳ ቋንቋ በቁርአን ወይም በሐዲስ የሰፈረ መመሪያ እናገኝ ይመስለናል። ይህ የግድ አይደለም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የቁርአንና የሐዲስ መልእክት ቀጥተኛ ሊሆን ይችላል። ከዛው ጭ ደግሞ ቀጥተኛ ባልሆነ መልኩ አዋቂዎች አገናዝበው የሚያቀናጁት መመሪያ ሊሆን ይችላል። ዓለማዎች ቀደም በተቀስኩት የሱረቱ ኒሳ አንቀጽ ላይ እንደተወሰው استنباط ادركالو يستنبطونه منهم قال والله انما الناس مرجاوچن يميردوبتنا يميقربوبت ملك عنده بزوچ اندمياسبوت قلال አይደለም እንደምታውቀው اصول الفقه بميبالو ዘርፍ ላይ በሸሪዓችን እንደመረጃ መቅረብ የሚችሉ ነገሮች ምን እንደሆኑ በሰፊው ይብራራል። ከዚህም ባሻገር ለንከተለው የሚገባውን የመረጃ አቀራረብ ስልት ከቋንቋ ጋር በተያያዘ ለነውስትና ለናውጣጣይ ምን ይችላልውን መልእክት ብሎም ይሄንን ማድረግ የሚችሉት ደግሞ እነማን እንደሆኑ የሰዎች ደረጃ በዚህ ላይ ምን እንደሚመስል ተብራርቷል። ግን ብዙዎቻችን ከሩቅ ሆነን እንዲህ በቀላሉ አስተያየትን ሰነዝራለን። ይሄ ደግሞ አስተያየታችን አላህ ዘንድ እንደሚያስጠይቀን መርሳት የለብንም።
ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء لاي بتأم كباب بادي هون وند شرك ولا دوتشن ماسكفات يسوي النفس ما تفاتن النا زموتني يمس هسالو بركاتا يتفات عينة وتشن بزرزر بتبوت علي يهنن أنكز أسفرال. ولا تقف ما ليس لك به علم، بزي علي أكتل الله النقر أتكتل يما تاقو النقر عند متاوق هنا أتكتل مالتنا كزي عمنا له إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة مسميا من ملكتها لبونام هلم النزي سلنسو يميت أيقنا مالت يا عين يا جورو يا لب بالبيت بأينو سلايو بجورو سلسماو بلبونام سلامنا ونقر من تأيق ويكرم مالتنا. عندنا دوش بندي عينت قد دايلة يسايت هاتشون ويمدقمو النسو عند إرنمات يميشدوتن أملكا كتسيسن الزرو علموات بتنكاك يودوها لا يميلو باتشوننا يميامن التباتشون ورأسو تشنكوانا يسترفو. يعني كما قال بعض السلف إن أحدكم لا يفتي في المسألة لو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. عندنا تشوب عند نوس قد دايلة شريعوي بيينن يستلالفال نقرقن يهر إس لعمر كأربو بيهون نورو يبدر زمجة تحصاتها في وجن هلو سبسبو يا ويا يا جانا برايلا. عندان دوش قاري مستوى الاند قد فتال رسوم بنبراوي كستتوش ويم بميت كستوش قروش لاي مفتيه ونقار بتشان يالو بلو ما سبنا راسن مقول لنا برقت عندان دسوش قار لهون وتلالك شقروش يهون مفتيهين ورال مفتيه سيبال بهالساب درجة ميمين ساتو تاستيت تشقرون لمفتات تلك استوز وليا بركتي جلال ياكا موهنو قاراقين عندان دي الزيه قباي ما يبالو قردف عملكا كتوتشن يميسن الزروالو ويم اونتاون بتقبيو ملكو كهولو مقت اجاة ملكتو سايهون باندك اجاة لاي باند اترى ملكتا لاي بتشا تمركزو استيتا اجاون يساتقالو ين كلاي تقسنون قدفات كميا قولو مقلج اوش مكاكل عندو يالي بكات بزوجين وكلو من ناقرنا يدقمو بمهبراي دهرقات صوش لاي يبالت يتنصرفانا وبيبال ما قانانا يهونم عندان دوش بفيسبوك لاي يميت تقامو باتشون يه بروفايل سموتشن بالناس تاول ترو ناموناوش يهونالو عندان دو هزب باتتك علاي وكلوت باتكنا جمالكو اكاونتون يميكوت اتر كوميتي اللي يمسل لكن ده هزب تتاري يهونا سمي مرتال من البات بزيه سيامي سر يميزفو عند ترا قلة سب ليهون يجلال بزرم درجة لمسالي يكالي زر تتاري هونو راسون ليشو ميجلال ينتن هزبوتش دمز بلو راسو اللي سيي ميجلال بدينو مسكلي اندزيهو لمسالي توبيا مسلموش لكناكي اللي ليجلال الدعوة السلفية في الحبشة بندينة كفلها قر يالو أهل السنوش دمز ويمدقمو ينسو أكاونت اندهونا درقو يصفال قن يهنا مسال أكاونتوش كبستهالاتشو قل لسبوش بجا منوراتشو بتعمي أسازنال عند سوكو با يتن يوم هوني تاستيتن مستأت كفل لغا كزيب فيتي أسلفناتشو المسفرتو جسكم ولا درس براسو سم مزافي شلال راسن لليوتش اند تتاري عدرقو يميسل سم ممرت تقبعي هون عندهو بتقلو يبقر سم متقم راسو يتوسنو مسفرتو جسفل لغو تال علموش بتقباب هوني تا يهنن فاق دوال نقرقن لمولي ميقبو كدما هوني تاو تشالو ለምሳሌ የሚመረጠው ስም አንደኛ ከሸሪዓ ጋር የሚጋጭ መልእክት ያዘለ መሆን የለበትም። እንዲሁም አንድ ሰው ለራሱ የሚሰጠው የብዕር ስም እንደ ለቀብ ወይም ቅጽል ስም ስለሚታይ ሰዎች ቅጽል ስም መሆኑን በሚያውቁበት መልኩ መጠቀም ይኖርበታል እንጂ የሌሎችን ስብእና ተላብሶ መጻፉ ራሱን የቻለ ችግር ነው። ወንድ ሆኖ እንደምሳሌ በሴት ስም መጠራት ወይም ሴት ሆና በወንድ ስም መጠራትም የተከለከለ ይሆናል። ሌላው ደግሞ ከላይ ያመለከትነው መስፈርት ነው። ከሚችለው በላይ ሐላፊነትን መሸከም የሌሎች ተወካይ እንደሆነ አድርጎ ራሱን ማቅረብ ተገቢ አይደለም። እዚህ ውስጥ ሊካተት ከሚችለው ነገሮችም መካከል ለምሳሌ አንድን ሱሐቢ ወይም ደግሞ ከአለፉ አቦት ወልደሽ መካከል ታዋቂ የሆነን አንድ ስብእና ሲያሜ መውሰድ ወይም አንድን ትልቅ ዓሊም ሲያሜ መውሰድና በዚያ ስም መጠራት ራሱን ይቻለ የሚያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ ይኖራል። ለምሳሌ በዚህ ትልቅ ስብእና ስም ተሰይመን ነገር ግን የምንጽፋቸው ወይም የምንናገራቸው ነገሮች ከዚህ ጋር አብረው የማይሄዱ ከሆነ ብሎም ከሸሪዓ ጋር የሚጋጩ ነገሮችን ምናልባት የምንጽፍ ከሆነ አደጋ ነው። በርግጥ ከዚህ ዓሊም ጽሁፎች ወይም ደግሞ ነገሮች መካከለ የተወሰኑትን መርጠን ለሰዎች ለማሰራጨት
አስበን ከሆነ ላንወቀስ እንችላለን። ይህም ቢሆን የሚሻለው የከሌ ንግግሮች የሚተላለፉበት አካውንት ተብሎ ይህንን እየጻፈ የሚያስተላልፈው ማን እንደሆነ ሁሉም ሰው በሚያውቅበት አሰራር መጠቀም ከጥርጣሬ ያስወጣናል ማለት ነው። ካልሆነ ግን የፈለግነውን እየተናገርን ከኃላፊነት ለመሸሽ ብቻ ስማችንን መቀየራችን ሰዎች ማንነታችንን ባይረዱ አላህ ግን ሁሉን ያውቃልና በጻፍነው ነገር ሁሉ ተጠያቂ እንሆናለን። ወማ ሚን ካቲብን ኢላ ሰየፍና ويبقى الدهر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه